قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. إلى شرق الوطن وبمدينة قسنطينة، مسلسل الانهيارات لا يزال يستمر، حيث شهد حي كحيل الأخضر نهار اليوم انهيار واجهة بناية قديمة يعود عمرها إلى عشرات السنين، ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية. الانهيار تسبب في تصدع العمارة بالكامل وأصبحت تشكل خطرا على سكانها الذين أضحوا يفضلون المبيت في العراء على أن يسكنوا هذه البناية الهشة. الزميلين عبد الجليل حنديس وهشام طالبي عاد بتالي. هذه اليوم الحادثة صارت الثالثة لا ربع الصبح، ثلاثة غير ربع الصباح، احنا حطينا زنزال لما جعرنا بهذيك، كانت شغل هزة أرضية تحرك سبينا البراطم تحركوا مخرج، حطينا زنزال مخرج، لقيت هذا الحيط مسقط مازال يبالونسي ملهول، احنا تشجعنا دوكا العائله مصدومه، ما مليولات صغار مصدومين محيرين، خرجنا ماناش عايشين، ماناش عايشين، ماشي عايشين في ريس، ماناش عايشين، انا كاين عود ما عنديش منين نعدي، هذا تقفل تاعي من 3 تاع الصباح حتى داروا الحمايه هذه على 7:30، علاه نقعد انا على 7:30 ما عندي طريق ما نخرج، هاو قاعدين الباب ما يتحلش، 11 من العيله ما لقيتش انا وين نروح، شكينا شكينا الغالب واش غندير، درك راكم تشوفوا بعينيك. لتصلك اخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسميه.